والله ما إلي إلا هذا الحج، هذا الزبال أروح أنكش رأس عليه، أقول لك خلاص بروح أنكش رأس عليه. يعطيك العافية حاج. علينا يا ابني. شو شايفك بتبيع زبالة قاعد؟ قديش كيلو الزبالة اليوم؟ بكم كيلو اليوم بتبيعه؟ مش مشكلة يا ابني. أنت ذوقها وإذا عجبتك بنختلف الشغلة. شو ذوقها يا زلمة؟ هدول زبالة مالك أنت يا زلمة؟ إيه؟ هدول زبالة إيه؟